انصح اي ست او اي بنت بالبروتين طبعا احنا اخر فترة سمعنا عن الكولاجين وكده، حضرتك بتنصح بيه والترميم والحاجات دي؟ تمام، بتنصح بيه؟ هنصح بالبروتين والترميم. بيفيد الشعر وكده، بيعالجه وبيغذيه، ولا في ناس كتير يقولوا لا ان هو ده اصلا بيجهد الشعراية والكلام ده كله. سيبنا من المشتق اللي الناس بتقول الصح بتاعه، البروتين للشعر الكيرلي او الافريقي اللي تمام انا بشيل الكسره منه، الترميم بعيد بناه، تمام فانا كل شعر ليه حاجته. الترميم للشعر المتخصف الهايش متاثر من حراره استشوار او مكوى او صبغات، تمام ده الترميم. البروتين عروسه شعرها كيرلي او يعني خشن نقعد شوية. مجعد او اوكي خشن، طب حله ايه؟ يبقى لازم البروتين. طيب تمام، تمام ومدته بالنسبة للمدة بقى؟ الترميم بيبان نتيجته من اول جلسه، تمام من اول جلسه بيبان الترميم. البروتين اللي احنا اشتغلنا عليه هو ده موجود معانا، اللي هيبدا بقى الرطس اللي طالعه الجديده ده هو طبيعه ربنا.